بعت لكم الريكورد بتاع المره اللي فاتت يا جماعه لسه صح؟ لا ما بعتوش. يلا بينا. يا فين؟ بقول لكم ايه، الامتحانات اللي احنا هنعملها كم امتحان؟ 10 صح؟ طبعا ده غير ان انتوا ولاد انا ليهم الامتحان بتاع البيزكس اللي هو بتاع يوم 1/10 ده ملوش علاقه بيهم. عشان اقول الامتحانين او الامتحانات من اول موك 1 لحد موك 10 اللي احنا هناخدهم دول هنعمل لهم افريج. نعمل لهم ايه؟ يعني ايه افريج؟ هنطلع السكورز اللي احنا خدناها منهم على عددها. ده هيخلينا الاكسبكت هو انت ممكن تجيب ايه؟ فاهمني؟ هيخلينا الاكسبكت ممكن يعني الدنيا معانا تبقى ماشيه ازاي؟ ايه السكور اللي انت هت اراوند حوالينا؟ فاهمني؟ بس اهم حاجه ان انت ايه ما تبقاش ايه محبط. ما تبقاش ايه؟ ها؟ محبط تمام؟ يعني تخليك فاكر ان انت ممكن اول مره تخش فانت يوم ما هتجيب تكسر ال 500 اول ده انت كده حد عظيم. صح يا جماعه؟ قولي باي باي يا ملك لصاحبتك. يلا بينا. وانا قلت هنتكلم على ايه؟ البتاع واضحه يا جماعه قدامكم؟ يا شباب؟ يقول لي الكوادرات اللي احنا هنشتغل عليها النهارده دي، تعالى اقول لك واحنا هندرس فيها ايه توتالي كده. اولا الجراف بتاعها كان ازاي؟ كده كده انا وانتم عارفين. عشان احنا كده كده رجعنا المره اللي فاتت فاكرين؟ لما رجعنا كل الجرافس كانت عباره عن ايه؟ ثاني حاجه هنرجع ازاي كنا بنعمل لها فاكتورينج. سمعني كويس يا ادهم؟ بعديها سامع يا ابني كويس؟ ادهم مستر سامع ملك سامع حضرتك يا مستر. طيب فاكتورينج مش بس كده، بعد الفاكتورينج تعالى انا وانت نتكلم على احنا ازاي هنجيب لها سوليوشن وليها كام سوليوشن وانواعهم ايه؟ الكوادراتيك دي كمان هنعمل لها ترانسفورميشن. والاهم في الموضوع ان احنا نجيب لها بيرفكس. مين اللي جاب الكالكوليتر بتاعت اي ار اكس 991؟ ها؟ معاك دلوقتي؟ ها؟ 991 اللي احنا كنا قايلين عليها قبل كده. انت معاكي؟ اشهد اللي معاك الكالكوليتر دي اذا هو بيبقى نينجا دلوقتي واحنا شغالين. عشان الكالكوليتر دي بتجيب البيرفكس على طول يا مان هو الكوادرات. طيب يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده كده في الكوادراتيك عارفين ان الاي اكس باور 2 لما نيجي نرسمها كنا بنرسمها بايه يا شباب؟ البارابولا عامله كده صح؟ ناس معايا؟ طيب لما كنت ترسم نيجاتيف اي اكس سكوير ها كنت بتعمل كده نرسمها بس من تحت. ولما نيجي نرسم AX باور 2 بلس B كنا بنعمل كده. أهو. أجي من عند الـ B ها
ارسمها لفوق كده صح؟ مش كده؟ طب جميل. كل دول كان الدومين بتاعهم حاجه واحده اللي هو كان اول ريل ايه؟ لكن الرينج بقى بيختلف من حد للتاني، بمعنى من هنا الرينج كان من زيرو لبوزيتيف ايه؟ طب ومن هنا يا جماعه الرينج قصدك من نيجاتيف انفينيتي الاول لحد مين؟ زيرو. طب هنا من مين يا سنتيا؟ من بي لحد بوزيتيف ايه؟ جميل. يا جماعه اللي بعديها ازاي كنت بتعمل فاكتورينج للكوادراتيك؟ الحقيقه فاكتورينج للكوادراتيك ده كان بيتطلب منك كذا حاجه. نمبر 1 لو هم تو تيرم زي ما انت كنت بتقول اكس فور 2 ماينس واي فور 2، فاكرين دي كان الفاكتوريز بتاعها ازاي؟ بتفتح كام براكت؟ 2 تقول ايه؟ اكس ماينس واي واكس بلس مين؟ لما تيجي اديك اكزامبل على الموضوع ده، لو انا جيت قلت لك على سبيل المثال a باور 2 ماينس b باور 2 625 و a ماينس b ب 5 عايز a بلس b اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شباب؟ حد ركز معانا؟ اعمل ايه؟ مش فاهم يعني اعمل ايه برضه؟ يعني ايه ماينس بي؟ براكت ماشي باور 2 ماشي وبعدين نعمل فايف باور 2 لا ممكن نعمل ايه بلس بي وايه ماينس بي ايكوالز الرقم ده ونشيل ايه ماينس بي ونحط فايف نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه بلس بي تريلد ماشي وبعدين نعمل فور ايكوال يعني ايه الاوبريشن اللي انا هعملها؟ تقصد بعد كده اعمل ديفايد صح؟ الراجل ده قال ايه؟ قال والله انت ممكن تحط الاثنين دول كده في ماجيك ترانجل زي زمان وتقول ايه؟ تقول a باور 2 ماينس b باور 2 الاثنين دول عباره عن مين؟ a ماينس b و a بلس مين؟ مش كده الاثنين دول تايم؟ عارف الماجيك ترانجل ده انت كنت ممكن تستخدمه في الساين زمان لما كنت بتعمل كده. بص انت بتقول ده السبيد بس ديستنس اوفر مين؟ طب ما انت لو عايز التايم كنت تعمل ديستنس على السبيد، طب ولو عايز السبيد هتعمل ايه؟ ديستنس اوفر ايه؟ صح يا شباب؟ الله يعني ده معناه ال 625 دي اعملها ديفايد مين؟ عشان انا عايز ايه بلس بي انا؟ اعمل ده ديفايد ده 625 ديفايد ب 5 ايه المشكلة ده؟ عادة تاني يا سنتي؟ طب جميل بعديها انت كنت بتاخد ازاي تعمل فاكتورايز ل a x باور 2 بلس b x بلس مين؟ تعالى انا افكرك بيهم كده في السريع بكام اكزامبل ورا بعضهم. لو معانا x باور 2 ماينس 5 x بلس 6 ومعانا x باور 2 بلس 5 x بلس 6 مش بس كده معانا x باور 2 بلس 5 x ماينس 6 ومعانا x باور 2 ماينس 5 x ماينس 6 يا سلام زي بعض؟ استنى انا اقعد اوضح. ده اول حاجه وانت بتعمل فاكتورايز كنت بتعمل ايه؟ كنت بتبص على لاست ساين. مش دي بوزيتيف؟ يبقى الاثنين سيم ساين. تو براكت عندهم كام ساين؟ نفس الساين، نفس الساين زي نيجاتيف نيجاتيف ده كان برودكت يا طارق وده مين؟ سام صح؟ عايزين رقمين. البرودكت بتاعهم كام؟ والتايم بتاعهم سوري والبلس بتاعهم كام؟ طب انت ليه قلت بلس مش ماينس؟ عشان البرودكت ده جاي بالبوزيتيف صح؟ يعني افهم من كده تو براكت من غير ما افكر كده هقول مين هنا؟ تو مين يا شباب؟ وهنا اكس وهنا؟ طب تعالى من هنا بقى برضه نفس الكلام تو براكت البرودكت مين؟ بلس والاثنين سيم مين؟ يعني بلس وبلس ال 6 بتاعتنا تو مين؟ ودي اكس ومين؟ هنا بقى ببص على اللاست ساين الاول هنا البرودكت بيل نيجاتيف يبقى افهم من كده ان هما الاثنين ديفرنت ساين واحده بص بواحده اكس ومين برضه بس دي عشان نيجاتيف يبقى ده بالعقل كده هو ال 6 مين الفاكتورز بتاعك 1 تايم 6 او 2 تايم مين يلا من هنا بقى عايز رقمين
2 3 بس هل 2 3 الديفرنس بتاعهم 5؟ يبقى لازم اختار 1 ومين؟ طب ال1 هيتحط فين انا؟ ال6 هيتحط فين؟ الفاكتور الكبير زي الميدل والميدل كان منين؟ فاستر بال6 كان هنا وال1 كان مش كده؟ طب اخر واحده نفس الكلام هنا في مين؟ يبقى نفس الكلام التو باش دول دي مش دي نيجاتيف يبقى مين يا محمد؟ واحده بوستر واحده يا حبيبي. طب هنا مش دي نيجاتيف برضو؟ يبقى معنى كده انا شغال اكس ومين؟ نفس الكلام انا ال 6 بتاعتي دي اختار لها 1 ويا شباب. يبقى معنى كده المره دي بقى ال 6 دي هتحط عند البوستر ولا عند النيجاتيف؟ شكرا. ايوه حلوه الصيغه دي. مش الاثنين ديفرنت؟ صح ولا مش صح؟ بس بالعقل. الفاكتور ده الميدل ده او الديفرنس بتاعهم بالنيجاتيف يبقى كان لازم الفاكتور الكبير يبقى بالايه؟ عشان يبقى بالنسبه نيجاتيف 6 و 1 لما يجي يعملوا بلس يطلعوا نيجاتيف كام؟ 1. بس احنا بقى مجازا عشان هم شايفين الديفرنت ساين بنقول كان اللي في النص ده الماينس بتاعه. مش انت لما يكون معاك رقمين في ديفرنت ساين تيجي تجمعيهم تلاقي نفسك بتعمل لهم ماينس؟ صح ولا مش صح؟ انا عرفت منين ان هم ديفرنت ساين؟ ها؟ عشان اللوك الاخير بالايه؟ بالنيجاتيف، صح ولا ايه؟ عيد تاني؟ رابع عشان دي ايه؟ بوزيتيف، الفاكتور الكبير بيتحط بوزيتيف. بالظبط كده. عيد تاني؟ ايه كمان عايز انا وانت نفتكره في الحته دي؟ سمعنا كده يا مستر لو سمحت. سم و برودكت لتو روتس. معلش بس فكرني كده يعني ايه تو روتس اصلا؟ ايوه كانها سوليوشن سيت صح؟ يعني لما اقول لك اكس بار 2 ماينس 5 اكس ماينس 6 مش احنا لسه عاملينها فاكتورايز؟ يا حبيب قلبي اللي احنا عملناه ده كان فاكتورين اكس ها ماينس 6 واكس بلس مين يا شباب؟ كده احنا جبنا فاكتورز لكن وانس ان انت قلت لي ايكوال زيرو انت كده بتجيب ايه؟ روت صح؟ ها؟ يا اما اكس ماينس 6 بزيرو اور ها اكس بلس 1 هيقلب ايه؟ من هنا لو اجي اعملها سوليوشن هتبقى اكس بمين بس؟ طب ومن هنا ها؟ نيجاتيف 1 ده مين ده يا جماعه؟ روت وده مين برضه؟ روت برضه صح؟ الرول بقى بتاعتنا كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت قدامك فانكشن زي كده تعالى لما افكر حضرتك مش انت لما كنت بتقول دي في الفورم اي اكس بار تو بلس بي اكس بلس سي اه صح ولا مش صح؟ كان عندنا حاجه بتقول لو انت عايز سم للتو روتس عايز مين؟ كان عندها رول، الرول بتاعتها في الصم لتو روتس كنت بتقول لك كده نيجاتيف بي اوفر اي. نيجاتيف بي اوفر مين؟ طب يا جماعه لو انا عايز برودكت ها لمين؟ لتو روتس الناس كانت فاتت دي كانت ايكوال سي على مين؟ على ايه؟ يعني افهم من كده وانا شغال لو انا عايز اجيب الصم لتو روتس من البتاعه دي اعمل ايه؟ ها نيجاتيف بي ده هي مين؟ واحد اوفر مين يا شباب؟ نيجاتيف 5 اوفر 8 ايه؟ طب ومن هنا مستر من فضلك سي على مين؟ سي بمين؟ نيجاتيف 6 اوفر مين؟ اللي هي في الاخر طلعت مشكلة؟ أصل أنا هحل على البتاع دلوقتي تاني سم للتو روتس نيجاتيف بي على اي وبرودكت للتو روتس هم مين الروتس؟ السوليوشن صح ولا مش صح؟ يعني انا ممكن في وسط الاسئله اقول لك ايه؟ سم اوف سوليوشن تقدر تقول لي حاجه؟ تاني وسط الاسئله اقول لك سم اوف ايه؟ كاني بقول لك سم اوف مين؟ روتس فهماني؟ كام رول؟ نيجاتيف بي على ايه؟ ها؟ وسي على ايه؟ نيجاتيف بي على ايه وسي على هتيجي في سلت الروتس هفتكر هوم يا اما في حل يا اما في رول على طول. عايز تاني؟ طيب
ايه تاني انا وانتو عايزينه بعد الفاكت دي نحن نفتكره؟ انا اقول لك اسئله كده كده انت بتقال لك من زمان ان الايكويشن بتاعتي او الكوادراتيك بتاعتي وهي مرسومه اما تعمل كات مرتين على الاكس اكسس تسمي دي اكس 1 تسمي دي مين او تعمل كده شايفين مع ملك عامل كده يا مستر لو سمحت كنا بنقول عليه عندها تو ريل ديفرنت رولز ودي عندها 1 اكس انترسبت يعني ايه كلمه 1 اكس انترسبت يعني انا عملت كم مع الاكس اكسس كم مره واحده لكن هنا انا عملت كم مع الاكس اكسس كم مره حلو طب والثانيه عندها حاجه ظريفه جدا عندها ايه عندها 2 ريل ايكوال مش كده؟ والاخيره لما ما اعملش كات خالص لما ما اعملش يا شباب فده معناه ان نيفر ايفر بصوا معناه ان الايكويشن الكوادراتيك دي عمرها ما هتدي زيرو عمرها ما هتدي مين؟ علشان كده على الكالكليتر بتطلع لنا اي طلع لنا مين يا جماعه؟ علشان هي ما فيش نو ريل رول مين بقى اللي كان بيتحكم في الليله دي كلها؟ كان حد كده كيوت كان اسمه ايه؟ ديسكريمينت كان اسمه ايه يا شباب؟ مين الديسكريمينت ده؟ تعالى لما افكرك بيه فاكر الايكويشن بتاعتنا كانت بتحل ازاي؟ بالفورمولا حد فاكر الجنرال فورم؟ ها؟ حد فاكرها؟ نيجاتيف بي ها؟ بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت b باور 2 ماينس مين 4 اي سي على 2 a صح يا شباب شايف اللي تحت الروت ده ده بيكتب معايا بخط ايدك لا يا ربنا يخليك لا يا ربنا يخليك 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 اللي تحت ده كان اسمه ايه كان اسمه مين يا شباب تعالى بقى لما اقول لك على النينجا عندنا كام حاله سوليوشن كده ثلاث حالات يا اما على الكالكوليتر يطلع لنا كام رقم؟ اثنين يا اما يطلع لنا على الكالكوليتر وايه؟ واحد بس او يطلع بالايه؟ بالار او يطلع بال دي اسمها ديسكريمنت اللي تحت الروت الاكسبريشن ده اسمه ديسكريمنت تعالى كده لما اقول لك بقى هنا في الحاله دي b باور 2 ماينس 4 ac تبقى مور ذان 0 يعني مور ذان مين يا شباب؟ طب ودي يا مستر من فضلك دي هتبقى ها b باور 2 ماينس 4 ac ايكوال 0 ايكوال ايه؟ اللي هي مكتوبه طب ومن هنا b باور 2 ماينس 4 اي سي ليس ذان مين يا شباب؟ ها؟ ليس ذان 0 في مشكله؟ ديسكريمينت هيجي امتى؟ لما يجي يسالك وش كده على كلمه تايبس اوف رولز تايبس يا شباب؟ تعالوا والنبي نفتكر كده احنا خدنا ايه؟ نمبر 1 خدنا ازاي كلمه الكوادراتيك بتترسم صح؟ اللي بعده خدنا ازاي الكوادراتيك بيتجاب لها سوليوشن من الجراف اللي بعده خدنا ان هي كان عندها كام تايب فروت؟ ثلاثه مين اللي بيحدد الكلام ده لو ما فيش جراف؟ سكريبت مين هو؟ في باور 2 ماينس 4 اي سي ها في باور 2 ماينس 4 اي سي لو بوزيتيف يبقى الايكويشن دي كان عندها تو ريل ديفرنت رولز معايا يا ادهم وهنا وهنا لما كانت ايكوال زيرو كان عندها تو ريل ايكوال تو ريل ايكوال دي اللي هي على الكالكوليتر بتطلع كام فاليو؟ فاليو واحد صح؟ هنا لما تبقى بالنيجاتيف ها؟ ار يعني ايه ار؟ يعني ما عندهاش ولا ريل ايه؟ ولا ريل رولز صح؟ طيب اللي بعده
تكتبي يا ملك؟ ملك بتكتبي؟ أو يا مستر بكتب. خش يا شباب على اخر حته بعد كده بقى نخش على الشيت ده. ماشي، مين هنفتكرها دلوقتي بقى؟ الفيرتكس للكوادراتيك فانكشن. الفيرتكس منين؟ تعالى بقى لما اشرح لحضرتك الفيرتكس للكوادراتيك فانكشن دي ممكن تتجاب ازاي. نرسم رسمة اهو. استفسر انا حضرتك، هنا البيرتكس بتعمل حاجة. البيرتكس دي اللي هي اوريدي انت بتقول ان هي عندها اكس ومين؟ ها؟ اكس وواي. معايا بشوف دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاكس والواي دي عندها 100,000 طريقة تطلع بيها. أولا لو الإيكويجن بتاعتي كانت اسمها AX بار 2 بلس BX بلس C. الإيكويجن دي الفيرتكس منها من غير رسم ومن غير أي حاجة، الـ X كان ليها رول، حد فاكرها؟ نيجاتيف B أوفر 2 مين؟ اللي هي كانت اسمها أكسس أوف A. الله ينور عليك. أكسس أوف سيمتري. والواي اللي كنا بنقول عليها مينيمم او رينج ذات، ها، او مينيمم او مينيمم ماكسيمم دي رينج. كنا بنعمل ايه ساعتها؟ كنا بنعوض بنيجاتيف بي على 2 اي. في مشاكل؟ يعني بنجيب الفال ده يا حبيب قلبي اهو، خد بالك من الكرنك، ونحطه بدل هو الايكويجن نفسها. فهمتني؟ بص الاسئله هتيجي دلوقتي وهقول لك. يعني بعد ما نطلع نيجاتيف دي على 2 ايه؟ نشيل كل اكس ونحط اللي احنا طلعناه، نشوف الاجابه كام. تاني نجيب دي. يطلع لنا رقم. نشيل كل اكس من دول نحط الرقم ده. بس كده. عيد تاني. ايه كمان يا مستر من فضلك؟ لو الايكويجن بتاعتي كانت جايه بفيرتكس فورم. ايه فيرتكس فورم ده؟ اللي هو كان ax ماينس h بار 2 بلس k. يعني جايه بالصوره دي بالظبط كده. ساعتها الفيرتكس هيبقى ايوه بناخد مين؟ h. ومن هنا ناخد مين؟ طب والنبي اديني اكزامبل عشان انا تايه شويه. انا عارف ان في ناس هنا مش تايهه في الحته دي خالص، الناس لسه تايهه. ادي اكزامبل على دي. يلا بينا. لو انا معايا واي ايكوال، حد فاهم حاجه؟ 2 وهنا اكس ماينس 1 باور 2 بلس 3. يلا قول لي من دي الفيرتكس هيبقى ازاي يا جنى؟ الفيرتكس هنا مش انت كنت لسه قايل اتش ومين؟ لما تيجي تسحب اي حاجه من الكون من البراكت تاني، تسحب اي حاجه من مين؟ السويتش فيها ايه الاول؟ ايه؟ اي حاجه بنسحبها من براكت عليه باور ايه؟ بنشيلها من ايه؟ يعني معنى كده دي كانت بالنيجاتيف، يبقى الاتش من دي هتكتب 1 ولا نيجاتيف 1؟ في الفورمه دي مش هنعوض. دي جديده عليك. استنى. دي جديده. ها ملك؟ بتاعت ايه اتش واتش كده جديده عليكم. هناخد النيجاتيف 1 دي نكتب لها مين بس؟ 1 والكي زي 10. حكي انا قلدت اللي فوق دي، قلدت دي، قارن كده ايه ب 2 والاتش بمين؟ اوكي دي الفيرتكس بس خلاص. دي القديمه اللي انت قلت عليها، دي الجديده. طب ايه بقى تالت حاجه؟ مش احنا يا جماعه اوقات الواي تبقى جايه كده، بصوا اوقات تبقى جايه اكس ماينس اكزامبل ام واكس ماينس ام. مش انا انسه فريده، لو عملت دور ارز اب ارز داون هترجع لنا تاني زي الفورمه دي، صح يا شباب؟ بعدين هنا جايبها بصوره فاكتورينج، مش التو براكت دول.
لو عملوا تايم في بعض صح هيرجعوا تاني للفورمة الاصليه. لو هي بقى جاتني كده ازاي اقدر اجيب منها الفيرتكس وبسرعه؟ بعمل حاجه ظريفه. اولا بجيب الاكس. الاكس دي اللي هي اكسس اوف ايه؟ بنعمل كده ناخد الان بلس الان ديفايد مين 2 ثاني كده اخد الام بلس الان ديفايدد ثاني والنبي ام بلس ان ديفايدد. طيب بعديها يا مستر لو سمحت هتعمل ايه ثاني؟ بعد ما نطلعها شدم ارجع بقى ابلج بيها. ممكن تدينا سؤال؟ ممكن لو سمحت ممكن تدينا سؤال؟ سؤال في الحته دي زامبل في الحته اللي فوق دي اهو زامبل كمان نينجا مرسوم. بص عامل كده وهنا عند نيجاتيف 4 وهنا عند 2 بقول لحضرتك هات لنا الفيرتكس. هات لنا مين؟ مستر حضرتك قاسمها بس ان الفيرتكس المفروض تبقى في النص صح؟ تعالى مش صح؟ يبقى انا بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا من الفيرتكس دلوقتي انا عايز اجيب بس نشوف دي كده عشان نسهلها عليك بس في الاول ما تبقاش صعبه مره واحده. عايز اجيب الاكسس اوف سمبل قالت ايه؟ قالت تاخد في النص كده وترسم ايه؟ لاين. هو اللاين اللي هيترسم في النص ده ما بين نيجاتيف 4 و 2 هيترسم فين بالظبط؟ في كام رقم ما بين نيجاتيف 4 و 2؟ لو هي مرسومه على الجاف صح؟ مش هي كده الاكسس اوف سنتر ده هيترسم في النص؟ لكن احنا الحقيقه ما بنعتبرش الكلام ده خالص، يعني بنعمل ايه؟ بنمسك اللي مرسوم على الجراف ده فريدة نعمل له سويتش. نعمل له ايه؟ يعني ايه نعمل له سويتش؟ مش دي نيجاتيف 4 يا شباب؟ اهو لا مش مرسومه دي مش مكتوبه مرسومه. نعمل اهو نيجاتيف 4 انت فاهم حاجه؟ بس مين؟ مش ده الروت؟ مش ده الروت؟ نيجاتيف 4 بلس 2 على دي اكزامبل تاني عشان انا تهت منك كده عندي كام واحده. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ده روح طبعا عندي رياح صح؟ لو نزل هنا بدل ما تبقى نيجاتيف 4 يا سنتي هتبقى 4 وبدل ما تبقى 2 بالبص هتبقى نيجاتيف ايه؟ صح؟ بس انا دلوقتي عمال جايبها على تاخدها زي ما هي. ممكن سؤال تاني يا باشمهندس؟ ممكن يقول لي هنا كذا اكزامبل اهو عايز فايند النبي دي حاجات بيزكس ومش مكتوبه عندك في الشيت اللي احنا بنكتبه ده من البيزكس كلكم خدتوها. فايند فيرتكس عايز تجيبه انا دلوقتي عايز اطلع الفيرتكس من كام فورم؟ واحده اي اكس فور 2 بلس بي اكس والثانيه اي في اكس ماينس اتش فور 2 بلس كي واخر واحده 2 براكت في بعض مظبوط؟ اول اكزامبل معايا يعني y equal 2 x squared minus 3x يا عم plus 1 ثانيه y equal negative x minus 1 اكتب معايا ادهم plus 5 ثالثه y equal 2 x minus 1 وهنا بص لي يلا بينا يا شباب يلا مين دي؟ دي انهي فورمة دي؟ دي اكس فور 2 بلس بي اكس بلس مين؟ انا عايز اجيب مين؟ الفيرتكس عايز اجيب مين؟ طب يلا اول حاجة انا بحددها الاي والبي وال اول حاجة بجيبها الاكس اللي هي اكسس اوف سيمتري لو كان نيجاتيف بي على 2 يلا بينا ها البي نيجاتيف 3 يا نجم عشان في نيجاتيف ثابته الرول معايا يا ملك على 2 تايمز 2 كده تبقى بكام؟ 3 على ايه؟ هل انت كده خلصت؟ كده انا جبت الاكسس اوف مين؟ بس انا فاضل اجيب ايه؟
عشان انا بجيب الفيرتكس معايا يا جون هعمل ايه؟ اعوض بيها. يعني هجيب فانكشن لسي على 4 معايا مثلا فانكشن لسي على 4 دي جت تبقى كام؟ 2 شيل الاكس احط 0 على 4 باور 2 ماينس 3 واشيل احط مين؟ 3 اوفر 4 كل ده بلس كام؟ واللي يطلع يبقى ده الوال كده انا جبت الفيرتكس. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله؟ مالك وانت جبت معاك الكالكوليتر نوعها ايه؟ انا معايا العاديه. ايه؟ معايا العاديه اللي هي ال 570 مكتوب عليها اي ار اكس لونها ابيض؟ لا السوداء. وانت يا ادهم فكرني كده انهي كالكوليتر؟ ادهم اه مستر انهي كالكوليتر اللي معاك؟ اللي هي العادية. بقى لما نشوف الناس اللي دفعت فلوس اكتر الكالكليتر اي ار اكس بيطلع لها ايه؟ بصوا افتح كده معايا الكالكليتر. طبعا كل اللي معاه كالكليتر لونها ابيض هيطلع لسانه للكالكليتر اللي معاه كالكليتر ثانيه. ليه بقى هيطلع لسانه؟ مش احنا لسه دلوقتي يا جماعه جايبين الفيرتكس بتاعت الفانكشن؟ تعالى لما اقول لك اول فايده من ان احنا دفعنا اكتر في الكالكوليتر عشان اعرفك يا انت ما جبتش فلوسك ما بقتش. بصوا كده معايا بص معايا كده كده انت كنت متعود في الايكويجن بتعمل ايه؟ حد يفكرني الفانكشن كانت ايه؟ ها؟ الناس اللي بتكتب معايا الفانكشن كانت ايه؟ 2x for 2 يا جماعه حد يبقى ليدي الفانكشن دول لسه عاملين 2x for 2 ايه؟ plus 3x plus 3x ها؟ ماينس دي ماينس هنا بلس 1 ايه؟ 1 ماشي يعني ال A كانت بكام؟ وال B وال C بص يا عم اللي احنا هنعمله ده الكالكوليتر بتاعتك انت شايفين يا شايف يا ادم ها؟ الناس اللي معاك كالكوليتر ويجن عادي زي ما هي متعوده بس عند حضراتكم الاي ار اكس الاي ار اكس مود 9 الكالكوليتر الاي ار اكس مود 9 مكتوب ايه يا حبيبتي؟ ايكويجن وانيكواليتي صح؟ ايه مكتوب لك سيمينتينيوس 1 والبولينوميال اللي بعديها صح؟ طب دو سي 2 دو سي 2 وعندك الديجري ديجري من 2 ل 4 اختار 2 طلع لنا ايه بقى؟ اكس باور 2 ها 0 اكس و0 فاهماني؟ طلعت لك ولا ما طلعتلكيش؟ يلا اكتبي الاي والبي والسي. الناس العاديه مش هتعمل الكلام ده لان الناس العاديه هتيجي تدوس ايه؟ 5 عادي 3 لما تيجي تكتب 2 ايكوال بعد كده نيجاتيف 3 ايكوال بعد كده 1 ايكوال صح؟ طيب بصوا بقى هم طلع لهم ايه؟ الناس العاديين اللي معاهم كالكوليتر عادي يعني طلع لهم اكس 1 اللي هو الروت صح؟ 1 طلع لهم اكس 2 اللي هو برضه روت صح؟ لحد كده في النسخ خلصت اللي معايا اي ار اكس بقى بص ايكوال راح مطلع له ايه؟ ها؟ الاكس مش الاكس دي احنا لسه مطلعينها كانت نيجاتيف دي على 2 ايه؟ صح ولا مش صح؟ يعني طلعت لك الاكسس اوف ايه؟ لا ده انت لو دوست ايكوال تاني مش انت دافع هجيب لك الواي اللي انت لسه معوض بيها ها؟ فهمت؟ احنا بنتكلم في سؤال بنتكلم في سؤال يعني على فكره قصه ان انت يبقى معاك ديفايس بتسولف الكويشن كامل ممكن تاخد فيه دقيقة ولا أكتر الكلام ده يا جماعة في حتة تانية معلش ما هو معايا تريننج فهمتوني؟ عرفتوا اللي احنا جبناها؟ ده بإيه؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم ده أول مرة فبعد كده في شوية تابس تانية ها هتخليك أنت إيه؟ إن أدفانسد أسرع من اللي قاعدين معايا؟ صح؟
طيب عرفت دلوقتي يا ابني انا قلت لك اشتريها ليه؟ انت بتتكلموا في كام تاب هتتعمل عشان تجيب الفيرتكس؟ هتجيب اي نيجاتيف بي على 2 اي وترجع بعد ما تجيبها تعوض ايه؟ طلعت روت طلعت فيرتكس. ايوه ماشي كده صح، بس انت مش هتجيب الفيرتكس، مش انت مش هيطلع عندك ده، انت مش هيطلع عندك ده. سؤال حصل خير فهمت عملك ايه اللي حصل يعني. انت ما عشان مش معاك الكالكليتر، احنا بنقول الكالكليتر الكالكليتر بتاعت اي ار اكس دي معايا، مش انت فهمتي من شويه احنا جبنا الفيرتكس ازاي بتاعت نيجاتيف دي على 2 اي وبعد كده رجعنا عوضنا تاني؟ الكالكليتر بقى الاي ار اكس دي بتطلعها على طول، فهمتني؟ ماشي. طب يلا نكمل في اللي احنا كنا لسه قايلين، اللي هو من هنا احنا كده خلاص جبنا مين؟ الفيرتكس، واتفقنا ان كالكوليتر النينجا الثانيه بتطلع على طول، يعني طلعت الفيرتكس 3 اوفر 4 1 اوفر 8. طب هنا يا جماعه الفيرتكس هتيجي ازاي؟ دي هتفكرني بالفورما الثانيه يعني لما نيجي خلي بالك ايه اكس ماينس اتش 4 2 بلس مين؟ يبقى كده الفيرتكس دي احلى حاجه احلى واحده نيجاتيف 1 هتبقى 1 وال5 دي هتنزل زي هنا بقى مين دي؟ دي بتفكرك بكام براكت؟ ايوه الفاكتور فورم اكس ماينس ام واكس ماينس، فدي بتقول لك هات الاكس الاول خد الفاكتورز خد الرقمين بس اعمل لهم قبل ما تاخدهم سويتش الايه؟ من البراكت، وانت بتسحب من البراكت بتسويتش ليه؟ تبقى 1 بلس نيجاتيف 3 على تدي نيجاتيف 1. هل احنا خلصنا؟ لا لسه. ايوه فاضل لنا الواي. طب عشان نجيب الواي نعمل ايه؟ 2 تايم هنجمع اكس ماينس نيجاتيف 1 تايم نيجاتيف 1 بلس مين؟ كام طريقه بجيب بقى الفيرتكس؟ اكوردنج لمين؟ اكوردنج لمين؟ للفورم الجيفن. الفورم عاديه اللي معاك الكمبيوتر يكسب يجيب بسرعه. لو فورم فيها براكت انتهينا. لو فاكتور فورم نسحب كل النمبر بس نعمله ايه الاول؟ سويتش لمين؟ هي بين الناس هي بالشيت. يا جماعه انتوا شايفين بالكم ايه اللي حصل؟ الكالكوليتر الثانيه عملت ايه؟ عملت كالكوليشن مهم. ده مش كده وبس، دي بتفيد كمان في حاجات في الابسوليوت، بتفيد في حاجات في الانيكواليتي. في الحصتين الجايين هعرفك قيمه الفلوس. اللي بعده اللي بعده ايه؟ نخش بقى على الشيت بتاعنا. نخش على الشيت بتاعنا يا شباب. افتح كده الشيت معايا. طيب معلش كده سمع معايا كده معلش 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 دخلنا كام حاجه في البارت ده؟ نمبر 1 دخلنا ان دي كيرف وكوادراتيك بارابولا صح؟ ورسمتها يا اما تبقى فيرتكس 3 صريحه يا اما تيجي الفيرتكس عن طريق كام حاجه؟ عن طريق كام فورما؟ 3 مظبوط؟ بعد كده خدنا تو روتس، واحده للسم في تو روتس واحده برودكت ليه؟ وخدنا بعديها حاجه اسمها types of roots او kind of roots. اللي كان بيتحكم في الموضوع ده كان حاجه اسمها discriminant صح؟ discriminant ده اللي هو مين؟ p power 2 minus 4a تاني p power 2 minus 4. طب هو ال p power 2 minus 4 ac كان اصلها ايه؟ كان اصلها general rule صح؟ general rule اللي هي كانت a negative b positive
negative square root b power 2 minus 4 ac over 2. بعد ما خلصنا البارت ده واحنا على بارت تاني بتاع الفيرتكس وخلصنا منه معايا الكام حاجه دول. هو ده بقى اللي احنا هنخش فيهم منين على الليسن ده كله. تمام يلا يا سيدي هنشوف هنفهم. افتح معايا الشيت كده. افتح الشيت يا مالك معايا من فضلك. طب اولا شباب اللي احنا كتبناه كله اللي احنا ايه فريده اللي احنا كتبناه كله اللي انت ما كتبتهوش كله اهو على الجروب بي دي اف ماشي. نخش بقى على الشيت نفسه. هيا بنا نلعب. كل ده كاتبه بشرح. تعال بقى نخش في الاسئله. نمبر 1 يا نهار اسود. تعال عشان في جنب كل سؤال ليه سايب سبيس فاضيه؟ تكتب فيهم هنت. ايه هنت ده؟ هيفكرك. كنا بنعمل ايه هنا؟ ماشي؟ كل الدروس اللي فيها Advanced Algebra معايا؟ يلا بينا. يقول لي هنا ايه؟ أنا عملت شير يا أدهم ولا لسه؟ إخواننا النايمين في كنبة الأونلاين. حاجة يا مستر مع حضرتك والله. مهم أول سؤال ده الراجل ده بيقول إيه؟ رسم الرسمة يدينا إن هي y equal ax for 2 plus x plus c above where a و b و c are constant which of the point must be true. الراجل بيقول لنا هي A positive ولا B positive. تعالى أنا وأنت نفتكر كده هنتين مع بعض ماشي؟ بص يا عم الحاج ركز. ادي a x for 2 plus b x plus c. تعالى انا وانت نعرف الايفكت بتاع ايه والايفكت بتاع مين. يا جدع بتاع سي بقى ما يبقاش كده. الايه بتاعتك دي لو هي مور ذان زيرو يبقى الكيرف بتاعها بيطلع فوق. طب ولو الايه ليس ذان زيرو يبقى الكيرف مرسوم لايه؟ تحت صح شباب؟ طب السي السي خد بالك معناها واي انترسبت. ايه يا شباب؟ السي يعني يا جماعه من الله خليكم واي ايه؟ لو السي مور ذان زيرو يبقى انت عامل كات فوق. عامل كات اهو اهو شايف؟ السي هنا بوستيف نمبر. ده معناه ها لو انا عملت كده هنا انا عامل قطع عند مين؟ ها عامل قطع عند مين يا شباب؟ تحت الاورجن كده السي بالايه؟ اذا سي لازم زيرو. هلاقي بقى طالب نينجا دلوقتي حبينا الاسئله النينجا الاول يقول لي ايه؟ طب انت دلوقتي قلت لنا الايه بتعمل ايه والسي بتعمل ايه؟ طب البي ممكن نعرفها من الجراف؟ اه هي كمان ممكن بس مش هقولها دلوقتي. اشمعنى؟ عشان هتعمل نوع من انواع الكونفيوز دلوقتي. ليه بقى البي؟ هو اصلا البي في المساله بتاعت ايه؟ حد فاكر؟ البي مسؤوله عن ايه في الاكزامبل دي كلها؟ ماشي بتجيب فيرتكس. ايه كمان؟ اخذنا كام رول بتاعت الروتس؟ برودكت للروتس وايه؟ السم. فاكر رول السم كانت ايه؟ نيجاتيف بي على ايه؟ لا
2 a دي كانت الفيرتكس، انما نيجاتيف بي اي بس هي مين؟ سم للروتس، صح؟ يبقى افهم من كده البي بتتحكم في السم للروتس، البي بتتحكم فين؟ فهمتني؟ طيب يا بينا نلعب، اختار مين من هنا يا شباب؟ اختار مين؟ ها؟ يس يا جدع. الـ A منزلة دماغها لتحت، ودي معانا. صح؟ ها؟ وين كمان؟ الـ C فوق عاملة كات فوق الأوريو. يبقى مين ومين معانا؟ 1 ومين؟ عارف يا مين؟ طب هل في حاجة هنا تحدد لنا؟ هل في حاجة هنا تحدد هل الـ V دي مور ذان زيرو ولا ليس ذان زيرو؟ تاني غير الساين، وانا جايب لك الايكويشن من غير اي ساين. ما خلاص مش انت مقتنعه بدي يا فريده؟ انت مقتنعه بدي ودي؟ السؤال بقى هل البي دي اللي في النص ده مور ذان زيرو من الرسمه؟ انا لسه قايل لك البي بتتعرف ازاي يا مريم؟ الروتس، صح ولا مش صح؟ تاني البي بتعرف منين؟ تعالى انا وانت نفصص لها هي كمان رول. بص كده، لو انت طالب نينجا وانا رحت اعمل لك كده، يبقى ركز معايا، قلت لك انا عملت هنا قطع عند 2 وعملت هنا قطع عند نيجاتيف 2، حد عنده مشكله؟ سيبقى انا بس كده خالص كده، في كام روت؟ 1 2 1 ايه؟ مش هم لو عملوا بلس يدوا ايه؟ صح؟ لو عملوا بلس يدوا ايه؟ تخيل معايا لو دي عامله كات بعيد شويه، دي زي ما هي، ساعتها الصم بتاعهم يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ صح؟ عيد تاني، لما كان الديستنس ما بين كل روت والاوريجن بوينت زي بعض، 2 نيجاتيف ايه؟ 2، لما هيعملوا صم هيدوا ايه؟ طب لو هنا، لو البعد ما بين الاوريجن واللي هناك كان ابعد، يعني البوزيتيف روت كان اكبر من النيجاتيف روت، ساعتها الصم بتاعهم هيبقى بالايه؟ صح؟ طب المساله دي شايفه يا ملك من فضلك؟ المساله دي ادي روت وادي روت، صح؟ ها؟ مين الروت الاكبر؟ مين الروت الاصغر؟ يبقى اكيد لو عملوا بلس البي هتبقى ايه؟ يبقى اكيد البي اكبر من مين؟ شوف عيد تاني، انا كده اتحكمت في البي، صح؟ بس البي ما تقدرش تعرفها الا لما تعرف كل روت بعيد عن الاوريجن قد ايه. لو من السيم ديستنس هتقول ان البي بايه؟ زيرو، لان 2 نيجاتيف 2 او 3 نيجاتيف ايه؟ طب الروت اللي عند البوزيتيف اكبر، اكيد الصم هيبقى اكبر. طب بالعقل لو هما الاثنين، بص 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 بص، انت بقى للناس الايه؟ الفهيمه. بصوا لو انا عامل هنا كات روتس بوزيتيف، يبقى البي هتبقى مور ذان زيرو ولا ليس ذان زيرو؟ لو انا عامل كات هما الاثنين عند البوزيتيف، يبقى السم للروتس هيبقى بالايه برضه؟ برافو يا حبيبي، الانسر تبقى دي اهو، صح؟ فهمتي تاني ولا عادي يا سيدي؟ لا لسه مش نافع، واخد بالك، واخد بالك معايا يا ملك لو سمحتي؟ ميتين في الاونلاين. مش سامع. ايه يا مستر في ايه؟ اللي ايه؟ بقول افتحوا المايك، انا ماليش دعوه. فتحناها. وانت يا ادهم. اه مستر. اه ايه؟ عرفت ليه انا اخترت الدي؟ يا حبيبي. نعم. اخترت الدي ليه؟
يا جماعه بتفتحوا البتاع وتخلعوا ولا ايه؟ مش احنا قلنا الروت البوستر اهو، هنفترض ان ده اسمه اكس 1 وده اكس 2. لو اكس 1 ده اكبر من اكس 2 وده كان بالبوستر، خلاص البي ومور ذان 0 هي كمان. الله يسامحك. نمبر 2 يا شباب، قال ايه؟ نمبر 2 الراجل ده الفيرتكس بتاعته هنا صح؟ مين هنا الفيرتكس؟ يلا كده احنا طلعنا ايه؟ اشر طلعنا فوق الاوريجن ايه؟ صح؟ احنا طلعنا عملنا اب يعني الاكس بار 2 عمل البلس، يعني هنختار مين؟ عشان كده بقى وانت بتتكلم هرسم لك هنا هنت ان ايه اكس بار 2 بتترسم كده، شايف؟ من هنا بقى. حد فاهم حاجه؟ طيب تروح انت كاتب جنبي بقى ان ايه اكس باور 2 بلس بي بتترسم من عند البي ونعمل كده. فيبقى كده المستر هيختار مين يا شباب؟ اختار مين؟ اختار مين يا ادهم؟ اختار ايه؟ ايه دون دي يا شباب فيها مشكله؟ مع حلاوه البلاتفورم اللي انا عليها دي ان هي بت ايه؟ يعني بتشكل وما تفضلش بقى ابعت لينك وبتاع. طب انا هشتغل عندي نقص ولا لا؟ طب ما شيلوا انتوا بقى اثنين وثلاثه بسرعه. ايه؟ ميه بس. ازيك يا احمد؟ كله تمام؟ اقول لك ايه؟ ايوه لا مش ميه واحده بقى. انت يا جماعه اشرب ميه كده. تشرب ميه؟ اشرب ميه، اشرب ميه. عايزين واحد اثنين ثلاثه جنب التلاته. عايز واحد ميه ليا وواحد لمحمد ميه وواحد لفريده وواحد لعلي. لا ملك وبعتيلي على الواتساب. ملك ابعتيلي على الواتساب. ها حاضر يا مستر. ايه نيجاتيف؟ سي بوزيتيف. اختار مين؟ لكن سي ايه؟ ايه
ضياع 40 ميل. هنا كات واي اكس اسمها كده. فهمتي؟ انا هنا هديلك البيت ايه؟ مستر انا مش عارفه احلها. جاي لك يا ملا. ها هلا هاي جانا حلتي ها وليد ديف ايه رقم كام وانت قلت شيء كله انا كده ولسه ملاحظ ان انت عملت كوركشن دلوقتي ولا ايه؟ شويه حاجات اتضحت يعني بعد ما شرحنا كويس كده بقى انت حكمتها اللي انت عملته ده استحاله هتغلط في شويه اسئله تاني اللي حل يا جماعه اللي حل وعايز دلوقتي بيعمل كوركشن باي ذا واي التوبك ده قديم التوبك ده قديم بس يمكن في حاجات انت ناسيها فيه بس لونس ان انت حليت ورجعت انا عملت كوركشن انت كده بتعمل ماسترنج للتوبك بسرعه بس انا حاجه لحد اخر كلام لحد ما تقدر المهم يا ملك المهم يا انسه ملك الايه هنا بالايه معايا بالنجد يبقى انا يا ادهم عندي اختيارين يا اما بي يا اما دي بس الراجل ده راح مزود علينا ان السي ايه يبقى انا هختار فوق الاوريجن هتقعد فين؟ فوق الاوريجن ايوه يا جماعه دي حضانه عشان انت متفرقه اقول لك على حاجه البامبرز هنا متفرقه ايه ده اللي حضانه والسي بوستر يبقى انا اختار مين؟ بي اهلا بيك ما هو كله في الاول بيجي ايه ده انت معادنا فين؟ حضانه اللي بعده يلا نمبر 4 يلا احنا باصين لايه؟ تحت يبقى الايه بين؟ ليس ذان زيرو انت عامل كات فوق يبقى السي مور ذان مين؟ اختار مين؟ يا حبيب قلبي مش هيبصل تحت ركز يا هنا من فضلك بل ايه لزان مين؟ بل ايه يا جماعة؟ في مور ذان مين؟ صح؟ طب عرفت انا جايب لك الحتة دي ورا بعضها عشان الدنيا ايه؟ تظبط معاك جامد. انت هنا عامل التو روتس بتوعك بالبوستر الحمد لله. بيقول هنا which of the following must be positive. اولا الـ A more than zero دي حاجة احنا عارفينها بس كده والـ C أنا عامل كات فوق الـ origin على الـ Y axis فوق الـ origin معايا أنا يبقى كده أدهم بيه الـ C برضه more than مين؟ زيرو بيقول لك مين من دول هيبقوا بوستر غصب عنك الـ A تايم C مش ده رقم بوستر وده رقم إيه؟ إذا لو عملوا تايم يبقوا أنت بتحل احنا دي مش عارفين انت عشان الروتس يعني ايوه بس الروتس كده في الفاكتورينج كان اصلهم ايه مش احنا الرول بتاعتنا بتقول نيجاتيف بي على ايه لو هما الاثنين بوزيتيف مين اللي هيخليهم نيجاتيف غصب عنك تاني هما بوزيتيف في الكات لكن في الايكويجن ساعتها البيئه تبقى مين يا مريم عشان الرول ايوه كده شباب عارفين الحته دي في الكوادراتيك اصعب حته اصعب بارت ليه؟ لان احنا ما بنتعاملش بارقام صح؟ بنتعامل بايه؟
بالكونسبت اللي انت فاهمه، وده اصعب ليفل. لكن لو هو على ليفل اللي انت بتعوض بالكالكوليتر ادهم ولا حاجه، فالموضوع بقى سهل. فهمتني؟ اللي بعده يلا اللي بعده. ها سي، انا دايما بميل كده ان انا اجيب الكويستشنز كلها حتى لو تحط في الشيت بتاعتي كلها كده. انا ببدا انت فاهم؟ يبقى انا هتعامل بالفاليو، وبعد كده الارقام تبقى جايه بقى مش فارق معايا. يلا. دي فانكشن تاني ريبريزنت بلا 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 بلا. بيقول لك which of the following is not true. يبقى انا من غير ما افكر ال A more than zero. السي عامله كات فوق الاوريجن. يبقى السي هي كمان more than مين؟ مستر قال لي لو التو روتس بالبوستر يبقى البي دي اصلا هتبقى بالنيجاتيف. ليه؟ عشان التو روتس بالايه؟ مش الروت. مش كان عندنا رول بتقول نيجاتيف بي على ايه؟ سام للتو روتس نيجاتيف بي على ان. مش الرول كانت بتقول سام للتو روتس نيجاتيف بي على ايه؟ عشان كده لو هما الاثنين بالبوستر يبقى اكيد البي هتبقى بالايه؟ لو هما الاثنين كانوا عند النيجاتيف اكيد البي ساعتها تبقى بين، عشان الرول فيها نيجاتيف، عشان الرول كان فيها نكمل اختار مين؟ ساعتها بقى اكوردنج مين الكبير ومين الصغير؟ عاش. بيقول لي هنا مين من هنا نوت ترو؟ مثلا لو سمحت A more than zero اه صح؟ C more than مين؟ ودي هل ليتر دي اقدر احكمه؟ السؤال هل ليتر دي اقدر احكمه؟ ماقدرش. فين ليه؟ عشان انا ما اعرفش الايه بكام والبي بكام صح؟ مين من هنا نوت ترو؟ ده ما لسه متفقين دي صح؟ وصلت؟ سؤال اي اس اي اس تي صريح بيسال في المينينج. عيد تاني يا شباب؟ محدش يتكسف يقول انا مش فاهم فنمر عليه بس هجاوب. يعني هي هتبقى دي ايه؟ يعني هي هتبقى دي؟ لا مش دي بي حبيبتي إيه؟ مش احنا لسه قايلين ان دول تو روتس اه صح؟ طب احنا عندنا الرول اللي في النص دي مش بتيجي لما نعمل نيجاتيف بي على ايه؟ اه طب بما ان التو روتس بوستيف فطبيعي اللي في النص هيبقى بالايه؟ بالنيجاتيف عشان الرول صح؟ اه فساعتها البي هتكون بالنيجاتيف مظبوط؟ هو هنا كاتب ان البي مور ذان زيرو. فهمتي حاجه ولا ايه؟ لا تمام. انت يا ادهم بيه؟ عيد تاني يا حبيبتي؟ بتقول مش فاهمه، عيد تاني؟ طب يلا 7 بس هستأذنكم عشان انا مستر عايز نمبر 11 حل 11 و12 استأذنكم المره الجايه نخلص الادفانسد الجبرا ان شاء الله لو في الابسوليوت وفي الكلام اللي كله ماشي ابسوليوت بتاع الفانكشن ده يعني كل فيلم كده وهنا وبعد كده مش بقى في الايه؟ الاستاتستكس المتوحشه. يلا هيا بقى نلعب. Which is the vertex of the parabola؟ فاكرين دي؟ يلا هند هند مين ده؟ يلا ما تزهقش معايا. ايه؟ اه اكس ماينس اتش اور 2 بلس مين؟ عاش. يبقى اختار مين من هنا vertex؟ احنا قلنا اللي بيتسحب من البراكت بيحصل له ايه؟ بنسويتش فيه ايه؟ يعني هي بدل ما تبص هتبقى نيجاتيف 6 ازاي؟ تبقى مين؟ انتوا واخدين بالكم من كام تشويس؟ ايه؟ مش انت فاكره دي؟ ساعتها الفيرتكس كان ايه؟ اتش ومين؟ يلا يا نجمة يبقى كده في الاتش انا عملت ايه؟ سويتش للساين صح؟
يلا بينا. شنو اللي انا بسحبه؟ السويتش الصاين منه؟ بالبراكت؟ خلاص نيجاتيف 3 ومين؟ نيجاتيف 3 ومين يا شباب؟ نيجاتيف 6 صح؟ يبقى عيد تاني؟ عيد تاني يا شادن؟ يلا شباب 12 اديني الرول سبحان الله. بس بيقول لي بقى هنا ايه؟ كبر شويه يا جماعه. كبر شويه. معاكم شيء. بيقول لي هنا A و H و K constant لو A و K are negative number. A و K negative A. Actually the phone cannot be true. A و K negative number. A و K negative number. مين اللي قال يا هندسه؟ هي الاتش كده كده قصدك في الجراف هتبقى بص دي انا معاكي. انت عايزه تحددي لي مكان الرسمه؟ ماشي انا معاك ما فيش حاجه. بقول لك مين من دول بقى؟ ينفع او ما ينفعش؟ فكر يا شباب فكروا. اعمل لك تحفيز. 100 جنيه تحفيز. بس بشرط اقول لك اكسبلينيشن. موتيفيشن يعني مش هتقولها كده وخلاص ها؟ خليك فاكر ان انا قبل كده قلت لك ايه؟ ما تبداش باللي هو عايزه. لان انت لو قعدت تبص على الجيسس والبرع وتفتح لي عينك كده مش هتجيب حاجه. خليك في مين؟ اللي فوق. تخيل دي كده معاك واحنا هنرسمها. احنا ايه؟ هنرسمها ازاي؟ هنعملها سكتش ازاي في الورقه بايدك؟ ما تفضليش توصفي لي يا هنا لو سمحت مفيش يا جماعه برضه. سكتش انا دلوقتي وصفت لك ان الاي اللي هي تنزل عامله كده صح؟ والكي بالنيجاتيف. لما كي تبقى بالنيجاتيف والاتش دي عند البوستر هيترسم في انهي مكان بالظبط؟ كده رقم نيجاتيف ها؟ فكري يا ملك، فكري يا ادهم. ها؟ اه يا مستر. اه تخيلوا كده معايا لو دي اترسمت ماشي وبعدين وبعدين مسألة جامدة حلوة لما تتعمل خلاص انت كده دماغك هتبقى طخ 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 قول لي خليك فاكر ان انا قلت لك عمر عينك ما تيجي على التشويسز لان مش هتفيد بحاجه صح ولا ايه؟ ها؟ روح يا سنتي انا عارف ان هي صعبه روح انا هرسم كده اهو شايفين؟ اهو حد فاهم حاجه؟ مشكلة؟ طيب واحدة 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 مركزين دلوقتي مين الفيرتكس دي؟ ها؟ اتش ومين؟ اه برافو نيجاتيف كي لان كي رقم نيجاتيف صح؟ طب الاتش ده هيبقى بوستيف نمبر هو اللي قال هو ما حددش يعني ف
بس اريد انا طلعته من الليله دي وادي عم نيجاتيف كي المفروض ارسم كده صح يا شباب حد كده في مشاكل طيب مين من دول بقى هينفع هل الاف 5 لما اجي اعوض الاكس ب 5 في الايكويشن دي هيديني رقم لزان زيرو ولا لما احط نيجاتيف 5 هو اللي هيديني لزان زيرو طب ما دي صح ودي صح ليه يا شادي يعني ايه يا سنتيا احط الاكس ب 5 مش هنا ال 5 يا جماعه هنيجي نلاقي ايه والنبي ركز معايا جامد من عند ال 5 تيجي تنزل على الفانكشن تلاقي نفسك الواي اللي طلعت لزان مين زيرو صح مش اي بوينت انا برمحها من الجراف دي اوريدي موجوده على الفانكشن يا جنى حد مش فاهم اللي انا بقوله ده يا جماعه حتى لو مش فاهم عادي بص الحته دي عندي كام ميسنج احنا قلنا البارت ده قبل كده دي عشان ده اللي احنا هنعمل له ريكفر بعدين لما اجي اجيب اي فانكشن اقف على الاكس مش هو هنا كلمه اف 5 معناها كانها اف اوف اكس صح ولا مش صح؟ يلا لما الاكس تكون ب 5 ركزي يا فريده اجي انزل على الجراف كنت موجوده في السيشن دي صح؟ اللي هي بتاعت الكومبوزيت يا حلولي كنت موجوده كومبوزيت فانكشن اف جي واف جي اف المهم لما اجي اجيب 5 هلاقي نفسي جيت على الفانكشن وهي تحت كل الكي بتاعتها بالنيجاتيف طالما انا تحت الاوريجن كل الواي بالنيجاتيف صح؟ طب ما هو نيجاتيف 5 نفس الكلام هلاقي نفسي برضو يا هنا واخد ارقام بالنيجاتيف صح؟ يعني الاثنين دول صح. طب هل يا جماعه لما اجيب اف 1 تطلع بالكي بنيجاتيف؟ او كده نيجاتيف خدي بالك. خدي بالك يا حلولي كي نيجاتيف. هل لما اعوض ب 1 يطلع زي الكي؟ ممكن وارد جدا. وارد. لكن بصوا ده بصوا النوتي ده بصوا النوتي ده مش انت لسه قايل دلوقتي ان الكي نيجاتيف يبقى نيجاتيف بره والكي نيجاتيف يبقى اذا الفاليو ده هيبقى بالايه؟ طب ما هو زيرو الاف زيرو يعني ادي الاف ادي الزيرو ايه؟ انزل كده لحد ما تقابل الكيرف تلاقي نفسك وانت بتقابل الكيرف قابلته عند النيجاتيف هو بيقول لك الكلام ده بوست هل ينفع؟ يبقى هي دي الوحيده اللي كان نوت بي ايه؟ عيد تاني؟ عيد يا مريم تاني حبيبتي انت فهمتي الرسمه ازاي؟ اي فاليو هتجيبيه من الاكس الواي بالنيجاتيف هل ده فيه كلام مش مفهوم؟ حلو قوي الوحيد اللي بيديكي بص بقى هو ده لان الكي اصلا برقم ماله نيجاتيف وانا حاطط لك قبليه ايه يبقى ادي ايه يبقى مش هينفع عيد تاني عيد سؤال جميل جميل لا خلاص قربنا نخلص اهو 13 انا بقول find the mean اكتب معايا hint zero is a function تاني نجم zero is a function يعني solution solution يعني ايه يعني roots roots يعني ايه يعني x mean ها intercepts كل ده معنى zero ومعنى roots صح يقول لك هات الزيروز هتعمل ايه لو معاك كالكليتر هتعمل ايه؟ مود 5 ايه؟ شكرا. لو معانا مود 5 3، طب انت جايب السؤال ده ليه؟ لما هو سؤال احمق كده، عشان افكرك ان كلمه زيروز معناها ايه؟ ها؟ معناها روتس او اكس انترسبت او سوليوشن، صح؟ عشان يبقى انت كل البوكرز معاك ان ممكن تتعرض ليها في الحته دي معاك. عيد تاني؟ يلا solve it for the variable نفس الكلام mod a mod 5 معايا انسه فريده معايا 15 هذا السؤال كان في اي اس تي ركز كده معايا ركز كده يعني انا خلاص ما تفصليش زي الغساله ماشي براحتك The quadratic equation, blah blah blah, عندها solution كام؟
ها يعني ايه سوليوشن يا جماعه؟ يعني لما احط الاكس بنيجاتيف 1 الواي تطلع بمين؟ والله جميل يا Which of the following are possible values of A و B و A؟ يا جماعة ده سؤال أحمق. بصوا أوريك سؤال أحمق إزاي. أدي يا عم الإيكويجن A AX for 2 ها plus BX plus C صح؟ كل الكلام ده المفروض يبقى إيه؟ زي الـ Y. حد عنده مشكلة في القلبة اللي أنا قلبتها دي؟ بص يا سيدي أولاً الـ A رقم أنا ما أعرفوش لكن الـ X بمين؟ باور 2 صح؟ بلس البي رقم مع لكن الاكس بمين برضه؟ والسي رقم مع لكن دي بمين؟ طب ما تجرب يا اخي ده حزين قوي تيست التشويسز فاهم يعني ايه؟ يعني مره احط ايه؟ نيجاتيف 3 1 1 معايا يا ملك؟ اه يا مستر ومره نيجاتيف 2 0 0 معايا يا ادهم بيه؟ يلا يا جماعه جربوا كده كده بجد استنى شويه عايز اشوف كم فكره كده بس يلا يا هاني جربي بس احنا عربنا خالص هل في مشكله يا شباب الاول وهله تبان لكن هي ايه صعبه صح ده كده بس حاجة عادية صح ولا ايه؟ جربت يا جنى؟ معاكي كالكوليتر اصلا؟ لا يا حلولي انت جاي يا كالكوليتر صح ولا ايه؟ بي شطورين صح شفت المسألة والنبي بالله عليك انت كنت فاكرها صعبة صح هنا؟ صح؟ لما اتشرحت طلعت هنا رقم 16 بتيجي من غير كالكليتر اكتب يا حبيبي ان هي بتيجي من غير ايه؟ وداوت يا عم هي خدمة فكرك بايدي يلا اكتب هنتها كده بسرعة كوادراتيك فورمولا اللي هي بتقول ايه؟ ها نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف رول بي باور 2 ماينس 4 اي سي على 2 اي هنا بكام؟ 3 والبي 4 والسي يلا يا جماعه بقى النبي يلا ها دي فيها مشكله دي؟ فيها مشكله دي؟ مش عايز اضم لك حاجه يعني ايه مستر احنا خلصنا؟ لا ماشي قاعده في البيت مش زي هنا هنا قاعده بتعاني السؤال ده يلا يا جماعه يقول لك what are the code؟ 19 جامد سؤال جامد جدا نخصص ونخش في اللي احنا عايزينه استاذه فريده مش اللي احنا عايزينه اللي احنا عارف كان تشويس ده فايف تشويس صح؟ يعني اذا ممكن نعمل ايه؟ نفس الطريق الراجل ده مكتوب ان البرابلا بتاعته في نمبر 19 يا ادهم
y equal x squared plus 22x minus 320. Then what the coordinate لمين؟ midpoint لمين؟ ها؟ ل 2x ويعني 2x intercepts. يعني 2 من الواي بيزيد. يعني هجيبها بايه؟ ايوه ماشي ده بعدين. انت صح. يعني ممكن تجيب ايه بسرعه؟ اكسس سنتري تاني؟ تاني. ود وليد دانيج يقول لك ايه؟ لو انت عملت كده ورسمت كده احنا هنا معانا كام اكس انترسبت؟ اثنين صح؟ الميد بوينت بقى اللي ما بينهم اللي هي هنا دي هيعدي عليها مين؟ الاكسس اوف ايه؟ صح؟ السؤال ده ليه طريقتين للحل. دي كام طريقه هنا؟ نمبر 1 ممكن نجيب الروتس. ممكن نجيب ايه؟ من على الكالكليتر مود 5 وبعد ما نجيبهم نجيب لهم رول الميد بوينت. فاكرين رول الميد بوينت اللي هي كانت اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2 صح؟ او نقول زي وليد نفهم ان الميد بوينت للاكس انترسبت دي يا عبد الرحمن كان كل الهبل اللي انت بتقول عليه ده اسمه اكسس اوف ايه؟ هي مين الرول بتاعت الاكسس سنتر يا جماعه؟ نيجاتيف بي على 2 ايه؟ تخيلوا؟ الاندرستاندينج ديبلي اندرستاندينج خليك تحل السؤال ده بسرعه. ليه السؤال ده في انستيتوتو بنقول الناس لازم تحله في اقل من دقيقه؟ عندنا اثنين من الطلبه دلوقتي، الطالب هيحل بالطريقه التقليديه اللي هو يجيب ايه؟ ها اكس انترسبت وبعد ما يجيب اكس انترسبت بالكالكوليتر يرجع يعمل رول الميد بوينت كده خد كام خطوه؟ لا ثلاثه مره كالكوليتر مره طلعهم ومره جاب ميد بوينت. اكشولي ثلاث خطوات بتعمل كالكوليتر كتابه الاكس انترسبت وكتابه الميد بوينت تاني صح؟ لكن اللي فاهم كويس قوي ان ميد بوينت للاكس انترسبت معناها اكسس اوف ايه؟ شكرا. يعني انا هعمل كده البيب مين هنا يا شباب؟ يبقى نيجاتيف 22 على 2 تايم مين يا جماعه؟ يطلع نيجاتيف ايه؟ مين هنا عنده نيجاتيف 11 في الاكس؟ ميرسي. اعيد تاني؟ اعيد تاني؟ اعيدها؟ خدت بالك من النقطه الجامده قوي دي؟ بس يعني قربنا نخلص. ماشي. تاني واحد ده بيتكرر كتير قوي 20 ده. هات الديستنس بين تو اكس انترسبتس. بس استاذنك يا محمد ضرب يا شباب. طب انت عايز ايه؟ ديستنس لمين؟ يعني اجيب مين الاول؟ روتس صح؟ الديستنس ما بين التو روتس هيبقى قد ايه؟ تاني الديستنس ما ايه؟ طيب بصوا عشان امثلها لكم باكزامبل معايا جنى شكل كتر ليه؟ ماشي بصوا يا شباب مش ده كده شادن كانه اكس انترسبت وده كمان كانه اكس انترسبت لو الاثنين دول معانا ازاي نجيب ديستنس ما بينهم؟ نعمل ابسوليوت ونكتب كده اكس 1 ماينس اكس 2 ايه رايكم؟ طب يلا هات لي التو روتس كده على الكالكليتر حد يديني التو روتس على الكالكليتر 5 ومين؟ انا هعمل كده 5 ماينس النيجاتيف 2 ايكوال مين؟ 7. عيد تاني يا شباب. عيد تاني يا جماعه. خلاص اهو يا بنتي. خلاص والله بجد 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 خلاص. انا عايز برودكت ليه في 22؟ برودكت لمين؟ ممكن بس ادردش معاكم في حاجه سريعا ويعني ايه كوادراتيك؟
يعني ايه كوادراتيك ايكويشن؟ ماشي فيها باور 2 صح؟ ها ايه كمان؟ يعني ايه كوادراتيك ايكويشن؟ قولوا اي حاجه اي حاجه. قولوا اي حاجه يا جماعه. ماشي طب بصوا 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 شايف الاي اكس بار 2 بلس بي اكس بلس سي دي يا ملك؟ ممكن تتكتب كده بدل الاكس واي. حد عندك مشكله في الكلام ده؟ طب اقول لك على حاجه كمان. بص يا سيدي شايف الواي والاكس دي؟ ممكن نفتح براكت كده ونكتب هنا اكس بلس 1 ونكتب هنا اكس بلس 1 مش تفرق معانا حاجه خالص. طب ايه كمان؟ ايه كمان يا ملك؟ ممكن تبقى كده ايه؟ فأي حاجة هنا معاها تايمز الاي بلس بصوا النبي بي فأي حاجة هي هي نفس الحاجة بلس سي بس بشرط ان الباور عامل دبلنج. يعني ايه الباور عامل دبلنج؟ يعني ده 2 او 1 او تبقى 4 وهنا مين؟ او 6 ومين؟ او ما فهمت يا هنا 10 و5 and so on. يا عم انت لو حطيت هنا جزر وهنا نفس الجزر بس المهم ان واحد البار بتاع الدبل الثاني. طب انت ليه يا مستر بتقول كده؟ مش هنا في مين هنا يا مريم؟ وهنا في مين يا شباب؟ طب يبقى معنى كده ان دي لو اتظبطت هتتظبط ازاي يا شباب؟ ها 2 ها اكس بار 4 ماينس 4x بار 2 ماينس 6 ايكوال مين؟ مش البرودكت من شويه هنا كان c على a؟ مين السي يا شباب؟ على مين؟ ها؟ يبقى كده الاجابه كام؟ ميرسي. عيد تاني؟ تاني حبيبتي تاني. لا مش لازم. بص هو ايه اللي انا قلته هنا؟ ان دي شكل الكوادراتيك ايكويشن انت عارفاه صح؟ لكن الحقيقه هي ممكن تتغير. ازاي يعني؟ يعني ممكن يسمك الباور 2 وهنا باور 1 ممكن اخليها باور 2 10 و5 6 و3 8 4 المهم ان الاولاني الباور بتاعه ايه؟ ها؟ دبل الثاني. فهمتني؟ طب الاكس هل شرط ان هي تكون اكس؟ لا مش شرط. واي ان تي بي ايا كان. او اكس بلس 1 اكس بلس 1 اكس ماينس ام اكس ماينس ام. المهم ان سين فاريبل هنا وهنا والباورز مالها عامله دبل. تمام؟ ساعتها اقول عليها ان هي كوانتيك ايه؟ انا هسترجع معاكم شويه حاجات في الشيت زي ما احنا متعودين عاملين كونكشن ايه؟ تمام؟ بقيت لا مش بالليل الصبح. لا معلش ده كان امر ايرجنت عشان انا كان عندي ادميشن اكزام في المدرسه. لو المره الجايه في كويز هيبقى شورت بس على ايه؟ على ايه؟ على الفانكشن شويه الحاجات اللي احنا حليناها في الكوادرات الفانكشن بس. خمس اسئله انا مش هطول الكويز انا بس عشان بريكاب بسرعه الحته دي لكن هو مش هيكون كويز. طب يا جماعه ثواني بس عشان نقدم فلوس لقدم لا مش هنتكلم دلوقتي. عشان معاك يا عم 50 جنيه. مش معقول اديك الفلوس ناقصه 5 جنيه عشان كمان مش عارف. كده على طول معايا 50 بس معايا 10 جنيه.
شباب انا هقفل البتاع ده. قول يا جميل.